قبل ما تفرش في القصة خلي اشتراك لايك ويا الله. علاش النظرة ديال المجتمع لينا حنايا الناس المبلئين خايبة بزاف؟ علاش كيشوفوا فينا شماكرية مسخين وبلي كنستحقوا أقصى العقوبات؟ هادشي دائما حيت ردة الفعل ديالنا كتكون ديما قاسية. ممكن يكونوا صادقين، ولكن اللي خاصهم يعرفوه الناس المبليين أنواع. النوع الأول كيتبوق باش يدوخ ويزعموا ما يبقاش يتزرى، وديك الساعة غادي يرتكب الجرائم بكل وحشية. والنوع الثاني اللي بحالي كيتبوق باش ينسى، باش يسكت الحجرة المنطقة الأساسية في الدماغ اللي كطرح الأسئلة: علاش وعلاش وعلاش؟ علاش كل شيء عنده الزهر إلا أنا؟ علاش كل شيء مرتاح إلا أنا؟ علاش الناس كيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي إلا أنا؟ في العائلة ديالي أنا كنت أنا هو آخر العنقود، والسنوات الطويلة اللي كنت كنشوف المسار اللي دازوا من أخوتي كنت عارف مسبقا أشنو كيتسناني. داكشي علاش ما خديتش عناء المحاولة، وحتى الوالدين ديالي ما كانوش من الهاكزين، وداكشي كاع اللي دوزو عليهم خوتي كيبردو فيا انايا. ما كان غير العصا والقمع، حتى وليت انا هو الدمدومة ديال الدرب، واصغر واحد ولا دايرني في كرشو. وهادشي بطبيعة الحال راجع لسنوات طويلة من القمع ولا مبالاة. الحي ديالنا هو اخطر حي في مدينة فاس، سيدي بوجيدة. الساكنة هنا كيعرفوا غير التكاثر، واخا عارفين باللي المدينة ما فيهاش شركات مصانع، ما كيناش فرصة ديال الشغل، ولكن موسم التكاثر ما كيساليش عندهم، كيولدوا في ضحايا المجتمع. الدرب عندنا معروف بالإجرام، وأي واحد كينتمي ليها خاص يكون قبيح. وأنا حيت كنت عكسهم تماما ولو كيعتبروني دمدومة، أسهل حاجة ممكن تلقاها هنايا هي الحشيش، بحكم أننا قراب من كشامة. الدري كيتبل هنايا وهو مازال في كرش أمو، وأنا الله يخلف على خوتي نهار ما طالوا هما كيبخوا عليا حتى ولا كيضرني راسي. ورغم ذلك ما حاولتش نتكيف، حاولت نكون استثنائي في الدرب هذا، ولكن ما حدي كان كبر، ما حدي كان فهم، ما حدي كان وعى بالواقع، الواقع المر اللي كان عيشه فيه. كان واحد الدري سميتو سمير، هو الوحيد اللي كان حس بها قريب ليا في التفكير، وكنت فاهم انا وياه. كنت واحد النهار جالس انا وياه وكنت ناقشه على المستقبل، المستقبل الغامض ديالنا اللي كيتسنانا، وكنت انا كنكثر في الاسئله وكندوي بحرقه باللي لازم نديرو حل وما نبقاوش هكا. كان سمير غير ساكت، شويه جبد واحد الطريفه ديال الحشيش وبدا كيفتخف واحد الجوان، ضرب فيه ثلاثه ديال النطرات بحال حطيتي واحد اخر، ولا غير كيضحك بحال ما خاصو حتى خير. ويلاه دابا شويه كان كيتدمر وكيقول لك تفو ما بلاد ما والو. ديك اللحظه هو يمد ليا، مبقيتش كنشوف فيه، مبقيتش متردد. ديك اللحظه في الاخر خديت من عنده، ضربت النطره الاولى والثانية وانا نترفع. ديك اللحظة بقينا عاطينا غير الضحك ونسينا الموضوع الجدي اللي كنا كندوب عليه دابا شوية. وعرفت ديك اللحظة علاش دراري كاملين كيديروا الكاو، حيت فكرة انك تناقش المستقبل مع نفسك امر مؤلم، خصوصا في بلاد خاص تكون عندك كارتونة ديال الباك زائد باباك عادي يدويو معك. ملي وصلت 22 عام وليت عالة على والديا وحتى خوتي، ولاو كيتدمروا مني حيت هما اللي كيشفروا وكيجريسيو وكيجيبوا لينا ما ناكلو، وكانوا كيتناوبوا على الحبس. خوتي كانوا معروفين بزاف بولاد نجية، وكان كلشي كيخاف منهم، وانا كنت واخد اللقب غير هكاك حيت كيف ما كان الحال كنبقى خوهم. واخا ما كنت كنفيدهم بوالو من غير الماكله والناس. واحد النهار كانوا
خوتي منعودينها ماشي درب. دخلوا للدار هزوا جناوة والماص والزراوط ونوضوني انا من الناس، عطاوني جنوية وقالوا لي زيد، وانا مقلوب بالنعاس هزيت ديك الجنوية وتميت غادي وراهم باش نبان قبيح قدام ولاد الدرب اللي كيحقروني. تميت غادي معاهم كنجري وراهم، وحتى انا كنعرعر واخا كان عالم بيا غلاه. اللحظة اللي كنت كنجري تلوات لي رجليا وما بقيتش قادر نزيد، ورغم ذلك قاومت وكملت جري باش ما يضحكوش علي اخوتي. وصلنا لذاك الدرب، نوضنا البلبالة ديال بصح. من بعد اكتشفت باللي اخوتي فراس مالهم غير الهضره، غير طرح سخنة وما يعطيوها لدرادك. اخر كلمة سمعت منهم هي علق علق. افين غادي نعلق اوا، راه رجلي ضراني. عرفت ديك اللحظة باللي هادي اكبر شمس العشية غادي نطيح فيها، وباللي اليوم غادي ناكل قتلة ديال العصا. بديت كنحاول انني نجري ولكن كنت كنعرج. ملي وصلوا عليا خوتنا في الله بداو كيتمرقلوا بيا. نقص واحد فيهم وقال ليهم بلاتي بلاتي غادي نمشي نجيب الفكرون ديالي يشدو. ضاروا بيا وبداو كيتمرقلوا بيا وكيموتوا عليا بالضحك. حطوني الوسط وضاروا بيا بحال دوك القروده ديال جامع الفنا، وكلهم كانوا هازين السيوفة وغير المكارب. بقيت كنترعد انا باليد اللي هاز بها الجنويه وانا نحطها في الارض زعما راه ما باغي ناديكم ما والو، وطالب تسليم. بديت كنشوف دوك الكمامر وكنحقق فيهم وعرفتهم باللي هادو ولاد الجزار، اخطر مجرمين فاس. بديت كنترعد ديك اللحظه وفي المود ديال الخلع يتسامع عليهم مزيان. بقيت غير كنشوف فيهم وكنصرط في الريق. قربوا من حدايا وبداو كيصرفقوا فيا، قالوا لي بغينا نصيفطوا لخوتك واحد الميساج. قرب مني خوهم الكبير، جماني بشمال وطحت على راسي. بقيت كنحك في راسي، ملي هزيت راسي فيهم بداو كيحلوا في الصدفه ديال سراولهم وبداو كيبولوا عليا وكيضحكوا، وانا غير مسمر في بلاصتي وكنبكي. كنت خايف لي قتلوني. ديك اللحظة تم جاي واحد فيهم وهاز قرعة ديال المقاطع، بدا كيحل فيها. يلا غادي خويا عليا سمعنا. علق علق البوليس البوليس. قرب من حدايا خوهم الكبير ديك اللحظة وقال لي اسمع اسمع البراوش، قول لك الدمادم ديال خوتك والله لبقات فيهم. صرفقني بجنوية وقال لي يلا سير سير حيد من هنايا، انت ما تقدش على الحبس، ولا شدوك البوليس غادي يدوك ليه، ولا مشيتي ليه 100% غادي يغتصبوك. تميت غادي والدموع على خدي وما كنش قادر نجري. تميت غادي من الجرم ديال الحيط، وكانوا البوليس اون فاس معايا. ديك اللحظه خطفني شي واحد من الباب، دخلني وسد علي الباب وبقى ساد لي فمي بيديه. بديت كنتعافر انا وياه. قال لي انا سامير ديك اللحظة سمعنا حلوا الباب حلوا الباب. قلت ليه سمير ما بغيتش نمشي للحبس، ما بغيتش ما بغيتش نمشي للحبس. قال لي ما غاديش تمشي ما غاديش تمشي يا صاحبي اسكت. من بعد تقريبا ربع ساعة وحنا مخزونين مشاو البوليس. تم نازل ديك اللحظة مول الدار، مستاجو طويل وراسو كبير وباين قبيح وكان هاز السيف، وقال لينا اش كديروا هنايا؟ دويو. بقينا مسمرين في بلاصتنا وسمير كيحل الباب بيديه بشويه. ما قال لي علق. خرجنا بالزربه من الباب، ما كنش قادر نجري. هزني سمير فوق ظهره مسكين وجرابية. ملي قربنا للدرب جلسنا وبقينا كنسترجعوا في الانفاس ديالنا. قلت لي اسمح لي. قال لي علاش؟ قلت لي ريحه البول. قال لي الحمد لله داروا معاك غير هكاك، ملي ما قطعوش ليك منين كيخرج البول. هذوك راه مجرمين هذوك، والحبس عندهم بحال لوطيل. البوليس عارفينهم فين كاينين، ولكن راه ما يقدروش
يوصلوهم حيت كيخافوا على راسو. الصراحة قلبتيني بريحة البول. نوض 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 سير غسل صاحبي وما تديرش ببالك ونتلاقاو في السطح نعطيك الدواء باش تنسى. قلت لي اش من دواء؟ قال لي حتى تجو تعرف. نطت وتميت غادي. غير وصلت للدار لقيت خوتي كيخنزروا فيا بحال جبت ليهم العار. تم قاصدني خويا الكبير وكان غادي يضربني. ملي حبسوا خوتي ضربني بلسانه قال لي تفو. كان كيصحاب لينا راجل ولكن انت غاش ماتا. كان كيصحاب لي باللي راه غادي نهولو عليك ولكن انت ميكروب دمدومة عندك هرمونات أنثوية بالسيف. الوالدة كانت الأمنية ديالها أنك طلع بنت وفعلا طلعتي مبنت. قال لي كلام قاسي. دخلت نيشانة مشيت للدوش خويت عليا الماء ما تسرطاتش ليه. تمنيت لو كنت مجرم قتال سفاح غير ما يوقعش ليا هاد الشي. هذا اللي وقع بقيت كنغسل وكنمسح وياريت كون كنت قادر نمسح العار اللي جبتو للعائلة ديالي. خرجت لبست حويجي ومشيت للسطح عند سامير لقيته جالس كاو. جلست حداه وقال لي يا عارف الإحساس ديالك كي داير هاك الدواء. عطاني واحد الفانيدة وكاس ديال الماء. قلت لي ديال اش هادي؟ قال لي ديال الدرصة تشربها صاحبي. لحت الفانيدة في فمي ودوست عليها بداك الكاس. بقيت جالس. قال لي سامير كتعرف قنبلة هيروشيما؟ قلت لي ما فهمتش اش جاب قنبلة هيروشيما في الموضوع. قال لي ملي غادي تضرب هاد الجوان هذا غادي تسمع بوم. ضرب داك الجوان ناس في الارض وبقيت كنشوف في السماء وكانت خير راسي طاير بحال شي حمامه. من بعد بديت كنشوف وجه سمير ولا كيبان لي بحال وجه حيوان الكسلان وكيدوي معايا وهدرتو ثقيله. انت فين مشيتي؟ انت مالك؟ مالك كضحك؟ كي جاك الدواء؟ افينك ايوب؟ ايوب سرحت بدماغي وبديت كنتخيل له راسي في الدرب ديال ولاد الجزار. بديت كنصلخ فيهم واحد واحد حتى شديت خوهم الكبير عطيته قتله ديال العصا. راح كاو الارض وكترجاني. بديت كنحرف في الصدفه ديال السروال. ديك اللحظه بديت كنسمعه ايوب ايوب واش تسطيتي؟ اش كدير؟ انت اش كدير اصاحبي؟ اش كدير ايوب؟ ايوب لعن الشيطان اش كدير؟ ديك اللحظة وعيت. لقيت سامير تحت مني والدم خارج لي مني فوق يبان واكل العصا. فهمت والو انايا. ناض مسكين ومشى كيغسل في حالته. بقيت مصمر انا في بلاصتي ومصدوم. قرب من حدايا وخوى علي سطل ديال الماء. قال لي فيق فيق اصاحبي لا تولي قاتلني ولا شي حاجة. تعطيناك غا حبة صاحبي درتي فينا هاد الحالة هادي كون عطيناك جوج حبات كون قرطتيني وقيله. بقيت غير كنشوف فيه وعينيا مقلوبين وما عارف والو. ملي خوى عليا السطل ديال الما بديت كنوعى شويه. قلت ليه ها سمير اش عطيتيني يا صاحبي؟ قال لي القرقوبي. بديت كنتفرقع عليه ديك اللحظه. نطت وتميت غادي في حالي كاعي. غير قربت للدار لقيت المكاريب ديال ولاد الدرب كيشوفوا فيا وانا نبدا نهلل عليهم. اكل لي شوف امو عادي الحضيه تو ولا درب كيدير ما فهموا والو خوتنا في الله. دخلت الدار وكان كلشي مطاولين طبسيل ديال المرقه. داروا في دقه وحده وبقاو كيشوفوا فيا وانا كنت لاوح. بداو كيبانوا لي بحال دوك الضبوعه اللي كياكلوا الجيفه اللي كيخليو السبوعه. نقص خويا الكبير وقال لي اجي تاكل ولا سير بحالاتك ولا سير حيد من هنايا. قلت ليه ولا ما بغيتش؟ الا ما بغيتش نمشي من هنايا اش غادي دير؟ تعريت ديك اللحظه وهزيت واحد الطابله صغيره ولحت عليهم فوق داك الطبسيل ديال اللوبيا بايته تبلبلات ديال بصح. كانوا الكشاكش خارجين ليا من فمي. دوروني خوتي بالعصا وما كنتش كنخلي حقي
بزز حتى تفارات، ما بقيت عاقل على والو. فقت الغد لي في الصباح والوالدة كان التعامل ديالها مبدل، قلت لي نوض البطل ديالي. كنت عارفة باللي انا والدة السبع، نوض ولدي نوض. الوالد قرب مني وقال لي شنو ديك الحالة اللي درتي البارح، ياك ما تغلطنا ليك مع ولاد الجزار ولا حد غف خوتك. تم داخل ديك اللحظة الخوادري وعيني كان زرقاء. قال لي الوالد شو اش درتي لخوك شو؟ قال لي الخوادري هاني الوالد، انا بدا عاجبني الحال، اللهم هكا ولا يكون بحال شي وليا مزيان. نيتا يبدا يتحرك معنا وتا هو يضرب بريكولات باش يبقى مكستل وحنا كنضربو في تمارة. واخا كنت هكاك بسبب التبويقة ولكن عجبني الحال، كانت هادي اول مرة غادي نحس باللي العائلة ديالي عاطياني قيمة. جا عندي ديك اللحظة سمير، خرجت عندو وانا دافع ستر، عرفت ان الدار دارو بيا ولا الدرب اللي تفرقعت عليهم البارح، شنقوا عليا ولا سقوني مع الحيط. مالك البروش مالك البارح كتخرج في عينيك وكتطوق من الفوق، هز واحد فيهم موس وقربوا لي العينية وانا في المود ديال الخلعة. دخل ديك اللحظة سمير وفكني منهم، اما كون كلاوني ابقينا غاديين. وقتلي اخر مرة ناكل ديك الزبل، ودابا الدار كيصحاب ليهم باللي انا وليت قاصح، طاولت خوتي البارح وكيصحاب ليهم باللي انا دابا واحد منهم ميكروب وما فيهاش، غادي يبداو يتحبسوا معايا في الماكله. قال لي سميره هاد الايام المشاكل تكبتات عليك البطل، كنظن احسن حاجه دير هي تمشي معايا تاونات، نبدلو شويه الجونيه تمايا، نبقى 21 يوم ونفكروا شنو غادي نديروا في هاد الحياه البائسه ديالنا. اما لبقينا هنايا مصير واحد كيتسنانا هو الحبس. قلت ليه صافي مزيانه، حتى هذا بلان. الدار قلتها ليهم بحال كانوا باغين غير يتفكوا مني، حيت كنت زايدهم غير بالكونسوماسيون. جمعت الشكاره ديالي وشدينا الطريق انا و سمير. انا غادي في الطاكسي وطالق واحد المزيكا ديال جباله، يا سلام، ما حدنا كان بعدو من فاس، ما حدنا كنحسوا باللي بعدنا من المشاكل. وصلنا لتاز غادرة، الدوار اللي كنا غادي ليه. نزلنا وتمينا غادي على رجلينا، ضربنا مسافة طويلة وما زال سامير كيقول لي قربنا. من بعد تقريبا 40 دقيقة وحنا كنتمشاو وصلنا لواحد المنطقة لا طير يطير ولا وحش يسير، البلاصة فين ساكنة جداه. وصدمني سامير في الطريق ملي قال لي بلي جداه ساكنة بوحدها. وصلنا لديك المنطقة وكانوا فيها ناس قلال اللي ساكنين هنايا، وكل دار بعيد على الدار الاخرى بمسافة طويلة. وصلنا قدام باب الدار ديالها، دقينا عليها ونزلات مسكينة هو ورحبات بينا. طلعنا وحطينا الحويج ديالنا، اخيرا الهدوء، اخيرا اصوات الطبيعة وريحة البهائم. رحبات بينا مسكينة جدا واخا كبيرة فلاش، ولكن الناس القدامى الناس ديال الجود والكرم، كلينا اللي قسم الله وخرجنا نستمتعوا بالمناظر الطبيعيه الزوينه. في الليل بدات جدات سمير كتعاود لينا القصص ديال الرعب من بعد ما وجدات لينا البصاره، بقات كتعاود لينا في دوك القصص اللي كيوقعوا هنايا في هاد المنطقه هادي والعلاقه بين هاد المنطقه وبين الجن. هي كتعاود وحنا فينا المود ديال الخلعه، وعاودت لينا على جوج ديال الناس، راجل ومرأة مسمينهم هنايا السياد، وكيجيو ديما للعين في الليل وكلشي يعرفهم هنايا. المشكل ما كاينش هنايا، المشكل هو البيت اللي غادي نعسو فيه كيطل نيشان في ديك العين. ملي مشات جدات سمير تنعس طلعنا للبيت وبقينا غير كنشوفو في بعضياتنا، ومرة مرة كنضربو طلع على الشرجم. جبد ديك اللحظة سمير طريفة وبدا كيفتخ في جوان، قالي باش نكون صريح معاك، القصص ديال جدة من الأسباب اللي كتخليني ما نجيش هنايا نهائيا، وبينه هي سبب ديال جدي مسكين حتى مات، ما كاين غير الطاقة السلبية والنكات. أوا صاحبي واش حنا جايين ديفولا وهي كتعاود لينا على الرعب؟ أخويا غادي نضرب هاد الجوان هذا، وديك الساعة غادي ننسى السياد والجنون والعين وقعدو القصص اللي عاودت ليا. وديك الساعة إلا جاو السياد مرحبا بهم يتكيفوا معانا. كيفت انا وسمير
وكترنا بزاف باش نطفيو الحس الادراكي. من بعد ساعه طحنا كاو، ما غادي يفيقنا غير سطال ديال الماء فوق راسنا نيشان والغوات ديال جدات سامير كيسحب لها مسكينه بلي العافيه بسبب العجاج ديال الدخان ديال الجوانات. فيقاتنا جدات سامير وطار منا الناس، وكان ديك الساعه تقريبا جوج ديال الليل. وحيت انا مع التبويقه كنولي زهان تميت قاصد الشرجم حليتو بقيت مقابل ديك العين. من بعد تلوت ساعه كنقول هما غادي يجيو، ها هما غادي يجيو. دازت ما جاو ما والو. سديت ديك اللحظه الشرجم وعرفت بلي جدات سمير غير طلقات علينا. رجعت للكوان ديالي وحاولنا عاود تاني ننسو. ملي فقنا في الصباح بدينا كنموتو بالضحك على داكشي اللي وقع في اول ليله لينا هنايا. دوزنا ايام زوينه بزاف في الدوار هذا، وتهنينا من كثرة المطايفات والشكاوي والبوليس اللي ديما لاعبين معاهم قاشقاش. حسينا بالحرية وباللي ما خايفين من والو. جدات سمير كانت كل نهار كتطلق علينا بدوك القصص الغريبة ديالها، ولكن انا وسمير ولينا حافظ ديال لوقيتها. قبل ما تبدا كتعاود كنضربو جوان وكنسافروا معاها في دوك القصص. ولكن صراحة حاجة واحدة اللي زعزعاتنا بها جدات سمير، وهي السياد ديال البير والفقيه بولحية، واللي عاودت لينا عليه بلي من كثرة ما منغارق مع نفسه خرجوا عليه بزاف ديال الإشاعات بلي كياكل اللحم الخضر وكيخطف الدراري الصغار. داكشي علاش حتى واحد ما كيزعم يدور جهته. كنا ديما كنطلعو فوق السطح وكنبقاو مقابلين الكوخ ديالو، وغير كيبان لينا كنتخزنو. واحد النهار شافنا، قفزت انا وسمير وتخزننا وحنا فينا الموت ديال الخلعه. بدينا كنطلو بشويه ولقيناه مازال كيشوف. كانت عنده لحيه كبيره وبيضه وكان كيبان كبير فلاش، ولكن كان كيخلع. بقينا مجبدين في الارض. عاود طل سمير وقال لي ناري ناري جاي جاي جاي. قفرناها مصوت وليدي، طليت نتاكد هو يبان لي جاي خونا في الله. وباين حاقد ديال بصح. هبطنا كنجريو، لبدنا حدا جدة سمير وهي كتشوف فينا وكتقول لينا مالكم. قلنا ليها والو، بقينا جالسين وقلبنا كيضرب بالجهد. وحاجه وحده كنا كنتمناو هذيك اللحظه هي بولحيه يكون رجع في حاله. ديك اللحظه سمعنا تسمرنا في بلاصنا بالخلعه. شافت فينا جدات سمير وقالت لينا شنو؟ تسناوني نوض انا نحل ياك؟ نوض نحل انا الباب. يلا نوض واحد فيكم يحل الباب، هاد المدينه ديال صراتكم. راكي شوف فيا سمير، ناضو هو مخلوع. بقيت كنتخيل مع راسي بزاف ديال السيناريوهات وقال افلام ديال الرعب اللي تفرجت فيهم. تخيلت المشاهد ديالهم. ديك اللحظه كنت قادر نسمع سمير حل الباب، ولكن ما كنتش قادر نسمع الهضره بيناتهم. من بعد خمسة ديال الدقائق طلع سمير وهو كينهش. قال لها جده جده اعطيني مطيشه، حبه ديال المطيشه، بغا داك بولحيه. صدمات جده سمير وقالت لينا بولحيه؟ العجب، اول مره يطلب مني شي حاجه. نعتات لسمير فين يلقى المطيشه، قلب على سمير ولقاها تم غادي هابط. ومن بعد طلع، ولكن هاد المره كان مصدوم مصدوم وبزاف. قلت ليه مالك؟ شاف فيا وطلع للبيت. تبعته وقلت ليه مالك صاحبي خلعتيني؟ قال لي ابو لحيه كيف ما عودات لينا جده؟ قبيح بزاف. عطيتو المطيشه وخمجها بيديه وقال لي انا ما كنحملش اللي بقى مراقبني واللي ما كيسمعش الهضره. كنخمج ليه راسو بحال هاد المطيشه، فهمتي؟ بحال هكا. تم غادي وقف عاوتاني وقال لي وصل المعلومات لصاحبك وقول ليه ينقص من الشوفان في المرايه. تصدمت ديك اللحظه ودارت بيا الدنيا. جلست وقلت ليها اوه باش عرف بلي كنبقى مراقب المرايه
ملي كندخل الطواليت كنبقى نشوف فوجي، ولكن الطواليت كتكون مسدوده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عندك يكون جني هذا. قال لي سامير ديك اللحظه، لا لا صاحبي، غدا نتحركوا بحالاتنا. اللهم دوك المكارب ديال سيدي بوجيده ولا هاد الرعب هذا، انا ما عنديش مع هاد الشيء هذا. قلت لي سامير اسمع، حنا ما كناديو حتى واحد، دونك ما كاين اللي غادي يادينا. وفعلا كلامه صح، حنا بقينا مقابلينه، من حقه يتعصب. دوزنا هاد الليله صعيبه بزاف، غطيت المرايا اللي في الطواليط وسطحها، ولينا كنعطيو الكوخ ديال بولحية بظهرنا. من بعد يومين بدات الامور كتهدن، وخا سمير والو لاصقني نتحركو، وانا الصراحه مسخيتش، حيت الصراحه هنايا عشت داك الهدوء اللي مفتقدو في الدار. الدار عندنا ديما صداع والمشاكل، وكنت ستفو كاملين في بيت واحد بحال حك السردين، وانا كرهت ديك الحياه. بقات الامور غادا مزيانه هنا في الدوار. واحد العشيه كنت انا وسمير في السطح، ويلاه ضاربين جوان ودايرين الكاو ديال بصح. بان ديك اللحظه داك بولحيه شافو سمير هو يقلب وجهه دغيا، وحيت انا ديجا التبويقه كتزاهمني قلت لي دمدومه، شال تعطيني دابا نمشي ندخل عليه الكوخ ديالو. شاف فيا سمير وبغى يتحداني، قال لي سير، الا كنتي راجل سير. نط وانا نهبط وتميت غادي. كان سمير كيضحك في الاول، من بعد بدا كيغوت. ايوب ايوب فين غادي؟ واش انت مريض؟ واش درتيها بالصح؟ تعال صاحبي ايوب. ايو ايوب قام تسوقت ليه وتميت غادي قاصد شيباني. نزل ديك اللحظة سمير كيجري ورايا، ولكن كنت قررت من الباب ديال الكوخ. وقف سمير وبقى مراقب من بعيد، دقيت في الباب وحيت كان محلول، تمي الداخل، قلت السلام عليكم. لقيت داك بولحية جالس وكيحك لواحد المش كحل في راسو، وكان عاطيني ديك اللحظة بالظهر، قال لي ادخل. دخلت وجلست. الكوخ ديالو غريب ومعلق فيه بزاف ديال الحيوانات مكوفرين. قال لي غريب، كيفاش جاتك الجرأة تجي عندي؟ هادشي كيعني بلي عندك شخصية قوية؟ قلت ليه مع نفسي، الله يخلف على الجوان. هو يقول لي اه بصح الجوان داير خدمته، ولكن قلبك قوي كيف ما كان الحال. تصدمت ديك اللحظة وقلت مع راسي ويلي، كيف سمعني دويج مع راسي؟ قال لي هاد العالم راه كبير بزاف، والحياة ما كتوقفش في شرب كول نعس صلي موت. مهم انا فرحان بزاف، اول مرة غادي يزورني شي واحد من بعد 15 عام، واخيرا تعطاتني فرصة نتناقش مع شي واحد. ديك اللحظة دار واحد الاشارة بيديه للمش وقال لي سير. تم تم هو يغبر داك المش، وانا نقول ناري زاطلة مليحة هادي. صافي فوت ديال بصح. بدا كيضحك ديك اللحظة داك بولحية، قلت ليه شنو سميتك؟ قال لي ما عنديش اسم، الناس كيقولوا لي بولحية كيف ما قالت لكم الحاشة، وكيف ما انت كتقول مع نفسك. جيت لهاد المنطقة هادي باش نرتاح، ولكن داكشي اللي عانيت منه في المدينة لقيتو حتى هنايا. الناس ديال الدوار ما تقربوش مني، بالعكس خلاوني شخصية كيخلعوا بها وليداتهم. كان كيأز مني هادشي في الاول، ولكن مع الوقت عشت معاهم، عشت معاهم الدور، حيت فكرة تبعد منك حل الراس مزيانة. فعلا انا كنت ما مزيانش في الماضي، ما بقيتش باغي نعاود داكشي اللي كنت كندير. داكشي علاش جيت هنايا، باش نتصالح مع نفسي. دار عندي ديك اللحظة وبقى كيشوف فيه، قال لي الحقرة خيبة ياك، عمرك ما تحضر الراس، كون قوي حيت مازال يالله بديتي. نوض نوض سير، صاحبك ما بقى ليه والو يديرها في سروالو،
بالخلعة، والهضرة خليها بيناتنا. إلى داعتها مشات الهيبة ديالي هنايا. تميت خارج وانا لقى مشك حلة واقف قدام الباب وكيشوف فيه. قال لي ها بولحي حيد من الطريق. دارت شفت في الشيباني او التاني عاود شفت في المشة ما لقيتوش. بقيت شاد في راسي وكنقول له لا 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 والله تكترت هاد المرة بزاف. خرجت والشيباني بقى كيموت عليا بالضحك. تميت غادي وكنطرح بزاف ديال التساؤلات مع راسي، واش بصح هادشي اللي عشت دابا ولا التبويق؟ ديك اللحظة وانا نسمع في ودني شي واحد همس ليا لا بصح. درت وبديت كنشوف اليمين واليسار اللور القدام، ومشيت عطيتها لدرادك. وصلت لقيت سمير صفر قدام الباب كيقلب فيا وقال لي ما وقع ليك والو. الحمد لله. طلعت وانا في المود ديال الخلع، غسلت وجهي تقريبا شي 5 ديال المرات. من بعد مشيت تكوانيت. قرب مني سمير وقال لي اش وقع. قلت لي والو ما لقيتوش، ولكن الدار ديالو كتخلع. سمير من احسن نمشيو في حالاتنا من هنايا. قال لي سمير ايوب واش خازن عليا شي حاجه؟ اش وقع بالضبط؟ قلت لي راه خرج لي عفريت كبير عنده قرون وراسه كبير. وقال لي اي 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 ترى ما كاين والو صاحبي اش ديت فيك؟ قول لي كاين شي ما يتقص؟ قال لي خلعتيني يا صاحبي على بوت ما ندير في سروالي. قلت لي عرفت. قال لي كيفاش عرفتي؟ قلت لي حيت باينه غادي تخاف من داكشي اللي وقع. قلت لي مهم حاجه وحده غادي نقول لك، ما كاينش علاش نخافو، وخلينا نستمتعوا بوقتنا هنايا. من اللي غادي نعياو غادي نتحركوا في حالاتنا مزيانه. قال لي واخا. دازت تقريبا سيمانه على هاد الحادث هذا، نسينا اللي وقع ورجعنا كنستمتعوا بوقتنا من جديد، بنهار ساحيين وبالليل مبوقين. واحد النهار قررنا نمشيو لواحد الجبل عالي، هزينا الماء والماكله اللي غادي تخصنا، تحركنا وخارقينها. ملي كنا غاديين لقينا بولحيا كيدير البرد على الحمار ومستعد يمكن يمشي لشي بلاصه. دزنا من حداه وسمير فيه المود ديال الخلعه، بقيت كنشوف فيه انا يوم ابتسم، شاف فيا وهو يبتسم ليا. مشينا وطلعنا لذاك الجبل الفوق وكنا قادرين نشوفوا الدوار كامل من تمايا. بدينا كنجمعوا العواد باش نشعلوا العافيه. ديك اللحظه عيط علي سمير وقال لي ورق ورق خونا في الله. درت قلت ليه شكون؟ قال لي ابو لحيه. بقيت كنقلب وبالي مسكين من بعيد راكب على الحمار وداز من واحد الطريق صعيبه بزاف. ديك اللحظه جا واحد العجاج خيب بزاف وتبدل الجو بسرعه كبيره، ويضرب واحد الرعده زعزعت لينا القلب ديالنا، ويتبع واحد الشتم جهده بزاف، وما عندنا فين نضرقو. بقينا واقفين كنستناو هاد الصحه، وكلشي فزق لينا بالماء، الماكله حويجنا وسانك سانك. بقيت كنشوف انا غير في بولحيه اللي كان دايز من طريق صعيبه بزاف، واللي زادت صعباته ويا قطرات ديال الشتا والمل كثير اللي تم هابط مع الجبل، والحمار اللي ما بقاش كيتحكم في الخطوات ديالو. حسيت ديك اللحظه باللي بولحيه محتاج المساعده. تميت غادي عنده وسمير كيغوت عليا. قلت لي لا صاحبي الراجل مسكين خاص لي يعاونو ضروري. مشيت كنجري بسرعه كبيره. ديك اللحظه بان لي بولحيه نزل من فوق الحمار وما لقى ما يدير. بديت كنغوت بالجهد باش نقول لي صبر انا جاي، واخيرا سمعني، هز يديه وبقى واقف كيتسناني. تميت غادي بسرعه. ملي قربت ليه ضربات واحد الرعده قاصحه بزاف لدرجه تحنيت الارض. الحمار تخلع وبدا كيهرنط وكيركل. بقى معافر مع بولحيه هو يضرب الحمار، وطاح بولحيه من فوق الحافه نيشان فوق واحد الحجره. ما كانتش بعيده بزاف، ولكن واضح باللي بولحيه توهات بزاف. تميت غادي كنجري في الطريق ديالي تمكنت من الحمار،
وقفت وتميت غادي عند بولحية. غير قربت حدا وانا نصدم، بان لي الدم خارج من تحت راسو. هبطت عنده وقلت ليها ارتاح ارتاح غادي نديك السبيطار. قال لي لا لا ولدي لا، ساعتي سالات صافي، ساعتي سالات هنايا الفيراج بعيد بزاف. قال لي يا خير واحد ممكن تديرو فيها، ديني الكوخ ديالي. درت عند الحمار لقيته مشى وسمير باقي في بلاستو. هزيت بولحية وتميت غادي به، كنت قاتل وكنت عافر وهو كيقول لي شرف كبير لي نلقى الاهتمام في آخر اللحظات ديالي. بولحية كانت قيل بزاف، ورغم ذلك حاولت نتقاتل حيت كنت عارفه كيتألم، والأرض معاه ساردة بشتة خلات المهمة تكون صعيبة بزاف. ولكن قاومت، وصلت الكوخ ديالو، دخلت ونعست في بلاستو. قلت لي غادي نمشي نشوف الجيران اللي قدروا يساعدوك بأي حاجة. قال لي لا لا ما تمشي فين، سد الباب. سديت الباب ورجعت عنده. قال لي صافي هذه هي النهاية ديالي. قال لي في حياتي كنت كندير غير الشر، عمرني عطيت اهتمام لهاد النهار هذا. الموت كان ديما حدايا وكنت طاغي، وكنساعد الناس انهم يزرعوا الشر في بعضياتهم. ولدي غادي نخلي لك واحد الوصية. في الماضي اديت واحد البنت صغيرة بالسحر الاسود، ملي تبت عييت ما قلب عليها باش نعالجها منه، ولكن غبر ليها الاثار. قلت لي مالك؟ شاف فيا وقال لي المختار. سميتي المختار، سير حل داك الماريو وغادي تلقى فيه واحد صنيديق صغير، جيبو. بالي مشيت بالزربة، حليت داك الماريو وبديت كنقلب على الصندوق الصغير، ولقيته اخيرا. جبتولي وقال لي جيبي، قلب جيبي غادي تلقى سالوت وحلو. بديت كنقلب لي في جيوبه ما لقيتوش. بولحية طلع لي الدم وقال لي غادي يكون طاح في الطريق، حاول تقلب عليه حيت الصندوق لازم يتحل بداك السالوت والا ضاع كل شيء. اسمع هز يديك وعدني. هزيت يديا وقال لي قول كان وعدك باللي هادشي اللي غادي نقول لك هو اللي غادي دير. قلت داكشي اللي قال لي. قال لي الصندوق فيه واحد القلادة متوارثة قديمة بزاف، ديك القلادة الى حليتيها غادي تلقى فيها ثلاثة ديال الحبات. الحبة الاولى كلها نتايا، والثاني قلب على ديك البنت فين ما كانت، وكل عليها وسعى معها انها تسامحني، والثالث اعطيها للشخص اللي كيستحق. وعدني. قلت لي كان وعدك كن هاني. قال لي في ديك الربيعة غادي تلقى الصورة ديالها ملي كانت مازال صغيرة، غادي تكون كبرها الدابة. مهم سميتها مريم، عقيت شاقل على الكنية ديالها مومن، ما بقيت شاقل. المهم كتسكن في الدار البيضاء حي كاليفورنيا. كمل المختار الهضرة ديالو. ديك اللحظة الحالة ديالو تزادت سوء. قال لي عندي طلب آخر، ملي نموت حرق الكوخ وأنا فيه الداخل. أنا كاينين بزاف ديال الأسرار وما بغيت حتى واحد يعرفها، وكاينين بزاف ديال الكتب ما بغيتهمش مازال يضيعوا. عشت بوحدي طوال هاد السنوات وغادي نموت بوحدي. بقى في ديك اللحظة بولحية، عرفتو مدة قصيرة ولكن واضح باللي قلبه طيب. من بعد 7 ديال الدقايق ديال الصراع مات
المختار. بكيت عليه بالدموع، بقى فيا بزاف. نض ديك اللحظة زيت الصندوق وتصويرة وخرجت. مع سديت الباب وخرجت لقيت سمير واقف وكيشوف فيا وكل عامر دم. قال لي واش انت مريض؟ راه الا شافنا شي واحد غادي يقول باللي حنا اللي تسببنا ليه في هادشي. بقيت غير ساكت انايا ومرفوع. مشينا لدار جدي، طلعت غسلت وخزنت داك الصندوق ولبست حوايج جداد. عاودت لسامير على ديك المحادثه اللي دارت بيني وبين المختار والرغبه ديالو باش نحرق ليه الكوخ. سامير ما عجبوش الحال، ولكن كنت انا مصمم. خدينا ليسانس اللي كديرو جدات سامير في اللامبا، وملي ظلام الحالة تمينا قاص ديال الكوخ ديال بولحية. دخلت انا وخويت ليسانس، شعرت العافية وسديت الباب بالساروت ولحت صورت لداخل. رجعنا للدار، طلعنا للسطح وبقينا كنشوفو من بعيد الكوخ وشاعلة في العافية. من بعد ربع ساعة الناس ديال الدوار كلهم تجوقوا، وتا واحد ما قدر يدير رد الفعل حيت كانوا كيخافوا منه. تحرق الكوخ كامل حتى ولا رماد. موقف صعيب بزاف طحنا فيه، كنا حاضرين الفيلم من الاول. كانت ليلة حزينة بزاف، خصوصا عليا انا حيت ديت وجبت معاه في الهضرة. كنت مازال باقي نتعرف عليه اكثر، ولكن ما كتافش. هزيت الصندوق وبقيت كنشوف فيه. من بعد بقيت كنشوف ديك التصويره ديال ديك البنت. ما عرفتش بالضبط شنو غادي يكون وقع عليها، ولكن واضح باللي ماشي شي حاجه مزيانه. تفكرت ديك اللحظه الساروت الغد لي غير فقنا، ومشيت كنقلب انا وسامير. في الطريق لقينا الجوندار مطوقين الكوخ ديال بولحيه، غشفناهم الموت ديال الخلع. دزنا من حداهم وما قالوا لنا والو، واللي خلانا نحسوا بالحزن لقينا الحمار ديال بولحيه واقف قدام الكوخ تمينا غادين من الطريق اللي دزت منه انا وياه. انا كنقلب وكنقلب والو. دوزنا النهار كله في التقلاب. سامير عيا وبقى متكي تحت واحد الشجره، وانا كنت مصمم نلقاه حيت بغيت ندير بالوصيه ديالو. اللحظه اللي كنت قريب من انني نفقد الامال بان لي داك المشكل كحل. بقى كيشوف فيا، تميت قاصدو هو يمشي. وقفت انا من بعد، وقف هوايا. تحركت عاود تاني وحتى هو تحرك. عرفت ديك اللحظه باللي باغي يوريني شي حاجه، بقيت تابعو. من بعد وقف وبدا كيحفر بيديه. قربت من حداه وبقيت كندوز يدي على راسو. ديك اللحظه وقف عليا سامير وقال لي ايوب واش حماقيتي؟ اش كدير؟ قلت لي مالك؟ عمرك ما شفتي المشاش؟ قال لي اش من مشاش؟ واش تشويه لاباس؟ انت فين هما المشاش هادو صاحبي؟ قلت لي ها هما صاحبي، ها هو مش كحل. سامير هنا تخلع ديال بصح تمراجع باللور هو يعطيها لدراتك. ديك اللحظه دو داك المش وقال لي اه انت الوحيد اللي تقدر تشوفني. طاح ديك اللحظه الارض بالخلاء. من بعد غبر، بديت كنقلب فين كان كيحفر بيديه ولقيت الساروت. هزيتو وتميت غادي ومصدوم. وصلت للدار لقيت سامير كيجمع في الحوايج ومخلوع. قلت لي انت مالك دمدوم صاحبي؟ راه غير كنت كنضحك معاك، ما كاين لا مش لا والو. صافي نيت غدا نتحركو في حالاتنا. جبت ديك اللحظه الصندوق وحليتو بالساروت، وانا نلقى ديك القلاده اللي دوا عليها بولحية. غير هزيتها بيديا وهو يتحلى الشرجم بالجهد ودخل البرد. وهادشي زاد كمل على سامير. مشيت للطواليت ديك اللحظة، حيت الغطاء على المراية وركبت القلادة في عنقي، ولكن تقلت عليا بزاف بحال هزة شي 8 كيلو. عاود تحيدتها سامير بالخلعة مشان ناس حدا جداه، وبقيت انا بوحدي في البيت متكي وكنفكر في الوصيه ديال بولحيه. القلاده متوارثه قديمه بزاف. ديك القلاده الا حليتيها غادي تلقى فيها ثلاثه ديال الحبات،
الحبة الأولى كلها انتايا، والتاني قلب على ديك البنت فين مكان تعطيها لها وسعى معها أنها تسامحني، والتالتة أعطيها للشخص اللي كيستحق. حليت ديك اللحظة القلادة وفعلا لقيت ثلاثة ديال الحبات كيف ما قال بولحية. هزيت الحبة الأولى وبقيت كنشوف فيها، حطيتها في فمي وشربت عليها الماء، بقيت مصمر في بلاصتي وكنسنى شي حاجة غادي توقع، ولكن ما وقع والو. بقيت كنضحك غير بوحدي، سديت القلادة خزنتها في جيبي. اللحظة اللي غادي نوض هي الدور بيد الدنيا، وبديت كنسمع أصوات غريبة من بعد وانا نطيح على وقفتي، ما بقيتش عاقل على راسي. من بعد فقت ولقيت جدة سمير حدا راسي وبزاف ديال العيالات كيقراو في القرآن، وسمير شاد واحد القنت وكيبكي. نطش ما فهمت والو، بداو العيالات كيزغرتو ديك اللحظة، ضاروا بيا وبداو عليا على سلامتك ولدي. قلت لهم مالكم اش كاين؟ جات له علي سمير وقال لي على سلامتك اخويا. قلت ليه مالي؟ قال لي راه يومين وانت ناعس، عينا ما نفيقوا فيك والو، الراقي اللي كنجيبوه لك كيهرب. صدمت ملي قالوا لي بلي يومين وانا ناعس، وانا كنحس بلي ناعس غير ربعة السوايع ولا خمسة. بديت كنقلب في جيبي ديك اللحظة ولقيت القلادة مازال كاينة. قال لي سمير خويا نحيدو من هنايا. قلت ليه واخا. دوز ديك العشية وانا غير مصدوم، وندمت علاش شربت ديك الفانيدة، وخفت غير لا يكون عندها شي تأثير في المستقبل. وصل ليل وبقيت كنلعب بالقلادة. ديك اللحظة سمعت سمير كيعيط ليا، هبط لقيته واقف مع جداه قدام قنطار ديال الزرع. قال لي عافاك عاوني الله يحفظك، عاوني ايوب نديو من هنايا، نديوه لبيت الخزين. قلت له واش منيتك؟ راه ثقيله صاحبي. قالت لينا ديك اللحظه جده راه غادي نعاونكم. تحنيت وزيت داك القنطار بحال هاز بكيه ديال السنيده، فهمت والو، بقيت كنلعب بيه في السما. وديته لبيت الخزين، رجعت لقيت سمير وجده مصدومين ومصمرين في بلاصتهم. قلت لهم كتفلاو عليا، شنو كاين تمايا؟ شنو كاين في ديك الخنشه تبن ياك؟ قال لي سمير راه قنطار ديال الزرع تمايا، دخلوا سبعة ديال الناس وكانوا كيتقاتلوا معاه. صدمت ديك اللحظه وما فهمت والو، طلعت للطواليط وبقيت كنشوف وجهي في المرايه وكنحل عينيا، بقيت كنشوف في يدي وما فهم والو. خرجت لقيت سمير واقف ومصدوم. قلت ليه ها سمير، كنضن ديك الحبه اللي كليت لعبات اللعب ديالها. خرجت انا ويا ديك الليله ومشينا قصدنا واحد التراكتور، قربت من حدا وحاولت نهزو، وقدرت انني نرفعو من الارض بسهوله كبيره. صدمت انا وسمير وقررنا الغد ليه نمشيو في حالنا. فقنا في الصباح جمعنا حوايجنا وشدينا الطريق. قال لي سمير غادي ندوزو لازرونيشان نتصورو مع القروده ومن بعد نتحركو لفاس، شبالك؟ قلت لي صافي مزيان، نيت نخوي راسنا من هادشي اللي وقع. وصلنا للغابة ديال الازرو وحاولنا نستمتعوا بوقتنا ونساو داكشي كامل اللي دزنا منه. انا كنضحكو مع القروضه وكنعطيهم كاوكاو وشادين معاهم ستون. واحد اللحظه بان لي واحد القرد جالس بوحدو مسكين بحال في الاكتئاب، مشيت عنده بديت كنضحك معاه، هبطت عنده وعطيته كاوكاو. اللحظه اللي كان كياكل كاوكاو طاحت لي القلاده من جيبي، قبل ما نهزها من الارض طار بها القرد وهو يعلق. تبعته بسرعه كبيره وسط الغابه، يلا كنت غادي نشدو ويطلع فوق واحد الشجره. حسيت براسي، جريت 20 ثانيه وضربت مسافه طويله. لحق علي سامير وهو كينهش، قال لي مالك مالك صاحبي؟ قلت لي القرد خذا لي القلاده، خاصني نرجعها ضروري. شافنا ديك اللحظة واحد من الخيالة وقال لنا مالكم؟ عودنا ليش شنو كاين؟ وقال لنا غير رجعوا فين كنتو، وراه القرد غادي يرجع تمايا باش ياكل.
وراه غادي يحط عليكم. رجعنا للبلاصه فين كنا. قلت لسامير اوه جريت ديك المسافه كلها. قال لي سامير الناس كلهم بقاو كيشوفوا فيك ومستغربين. جريت بديك الطريقه غريبه بحال شي. قلت لي بحالاش؟ قال لي بحال شي جن. بقينا واقفين في البلاصه اللي كنا كنوكلوا فيها القروده وبقينا كنستناو هذا القرد هذا يهديه الله. ديك اللحظه قال لي سامير اعطاني حبه من القلاده الى لقيناها حتى انا بغيت نكون بحالك. قلت لي واخا غير القهوه بعدا. بقينا كنستناو ديك العشيه كامله. قربت طيح الظلمه وتعطلنا والو. داك القرد ما بانش. نض ديك اللحظه وتميت غادي وسط الغابه نقلب عليه. ملي قربنا لديك الشجره بان لي القرد مجبد في الارض كاو. مشيت كنجري بالجهد. قربت من حداه وبديت كنقلب على القلاده. قال لي سامير هذا مالو؟ قلت ليك لا حبه ما فيهاش. نفس داكشي اللي وقع ليا. بقيت كنقلب على القلاده واخيرا لقيتها. حليتها وكنت مخلوع ولقيت باللي بقات غير حبه وحده. تصدمت ديك اللحظه بزاف حيت تاكدت باللي القرد كلا الحبه وبقى في الحال. حيت بوالحياة طلب مني نعطيها لشخص مناسب. ديك اللحظه قال لي سميره صافي اعطيني هذيك اللي بقات. قلت لي لا هادي ديال واحد البنت ضروري خاص نعطيها ليها. حسيت ديك اللحظه باللي سمير تقلق مني. تمينا راجعين ودرت بالي القرد ناس ورجعت هزيتو عطيتو بجاكيت ديالي وتميت غادي به. سمير قال لي لا صاحبي واش تسطيتي؟ قلت لي ما يمكنش نخليه هنايا مادام كل الحبه حتى هو دخل معايا في اللعبه وإلا خليته هنايا يقدر يرتكب جرائم. هذا خطأ ديالي وخاص نتحمل المسؤولية. والمختار قال لي أعطيها للشخص المناسب ماشي الحيوان المناسب. إلا القرد دار رد فعل خيبة غادي نقتلو ديك الساعة. تمينا غادين وشدينا طاكسي ومشينا نيشان الفاس. القرد مخشي فيا وناس وكيشخر. سولت ديك اللحظة سمير وقلت لي أنا شحال بقيت ناعس. قال لي يومين. قلت لي الحمد لله. القرد مازال ما غاديش ينوض. وصلنا ديك اللحظة الفاس لسيدي بوجيدة مسقط الرأس ديالنا. ضمقت القرد مزيان ومشيت للدار نيشان. مع الدخلة لقيت المكارب ديال خوتي نازلين وقفوا بداو كيقولوا صلاة وسلام على رسول الله. هاي العروسة جات ما تخافيش يا لالا. الثلاجة عامرة وكل شي واجد ارتاحي شي بعد من السفر. بداو كيديروا نفس الحاجة اللي كتقنوها مزيان وهي انهم يطيحوا مني. بقيت انا ساكت باش ما يردوش البال القرد. طلعت سلمت على الوالد والوالدة وكأنني ما كنتش غايب هاد المدة كلها. سلامهم كان بارد وهادشي ماشي جديد عليا. مشيت لواحد البيت حطيت القرد غطيتو وارتاحيت شويه. جبت ديك اللحظه التصويره ديال البنت والقلاده وبديت كنشوف ديك البنت وعرفت باللي خاصني نمشي لكازا اقرب وقت ونقلب عليها باش نكمل الوصيه ديال المختار. تكيت ديك الليله وارتاحيت. بالليل بديت كنحلم بنت كتغوت وكتقول لي اعتقني اعتقني عافاك اعتقني. نط قفزت من بلاصتي وانا عرقان وكنهج. قربت من القرد لقيتو مازال ناعس. رجعت نعست عاوتاني. في الصباح غادي نفيق على صوت الغوات والروينه ديال بصح. نط ديك اللحظه قفزت قلبت بلاصه القرد ما لقيتوش. نط بسرعه كبيره لقيت والديا كيطلو من الشرجم. تميت غادي هابط ما دروش. قال لي الوالد افين غادي؟ راه غير واحد القرد تالف. هبطت للدرب لقيتهم دايرين به وكلهم هازين الزرابط والقرد كيغوت. دخلت وسطو بقيت مدافع عليه. شديت ديك اللحظه القرد هو يعضني بقوه كبيره
رغم ذلك استحملت الألم. طلعت للدار مشيت للبيت نيشان، حطيته وسديت عليه والدم بدا كيخرج ليا من يديه. لو كيتفرقوا عليا والديه القرض داك ينقص ورون داك البيت ديال بصح. تعصبت وقلت ليه مالك مالك ريح. ديك اللحظه بقى كيشوف فيه هو يتهدن. خرجت نجيب بيطادين. الوالد قال لي واش انا عندي كوري؟ ما قدني حمار كياكل وكيشرب وكينعس، زدتيني بقرض. وقفت ديك اللحظه شفت فيه وقلت للوالد حاشاك الوالد وانا قريب غادي نضرك كمارتي كاع. نقزات ديك اللحظه الوالده وقالت لي الموش الطابق مزيان تقادر كتاف. مشيت جبت بيطادين دخلت للبيت بقيت شاف كنداوي في ديك العضه في داك الجرح، ولكن الجراح اللي خلى والديا كانوا كبار بزاف. الدموع بداو كينزلوا حيت الكلام ديالهم كان قاسي. بقيت غير كنبكي. ديك اللحظه قرب مني القرد تكى عليا الزيت ديه وبدا كيمسح ليا في الدموع. تكى عليا وعنقته وداتني عينيه. نعست انا وياه فوق الارض. ملي ضرباتني الفيقه بقيت كنشوف فيه. حل عيني وقال لي اسمح لي. قفزت ديك اللحظه من بلاصتي. قال لي وعدني ما تخلاش عليا. بقيت كنشوف فيه مصدوم وقام مصدق كاع. قلت ليه نوعدك، ولكن وعدني نسمع الهضره. العالم ديال البشر اكثر قسوة بزاف من العالم ديالكم. قال لي واخا. ديك اللحظه سمعنا قفزت. قلت القرد بقى هنايا ما تحركش. سديت الباب بالساروته. هبط الوالد يحل تم يتابعو. لقيناه ولد الدرب. قال لينا اعتق عمي راه ولادك مضاربين مع ولادك الزهر وراه غادي يطيح شي روح. راه طاولوهم في داك الدرب وكاتوهم في الحصى. بلا ما نشعر طلعت هزيت واحد الزرواطه ومشيت كنجري بسرعه كبيره. وصلت داك الدرب ديال ولاد الزهر. كانوا شادين خوتي باربعه ودايرين بيهم. غير شافوني ولاد الزهر وولاد دربهم بداو كيموتوا عليا بالضحك. صافي 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 هو جاب بويدرة ديالو ناري قفرناها. تميت غادي وعيني حمرين وما عاديش حاقد عليهم والجهد اللي عندي بسبب ديك الحبة. كنت عارف باللي مشاو فيها. تم جاي قاصدني الأخ الكبير شدني من ودني وقال لي تعال تعال. وقفت ديك اللحظة وقلت ليها اسمع غادي يطلق من ودني ولا غادي نقسم ليك صباعك. قال لي أمه سمعتوه؟ عاودت قلتي؟ قلت لي الهضره كتقال مره واحده. دخلت لي ديك اللحظه كروشي حتى حسيت بسنانه تهرسوا. لويت لي يديها وهرس لي صباعه بدا كيغوت بالجهد. ثم قاصديني خوته بالسيوفه والجناوه. هزيت ديك اللحظه الزرواطه وبديت كنخلط فيهم. اللي هز الضربه ما كيعاودش ينوض مازال. في ظرف 5 ديال الدقائق لقيت في الارض امه من ذوي الاحتياجات الخاصه. نوضت خوتي وتمينا غادين. وحنا غادين في الطريق شي واحد من دوك المكاريب تم جاي قاصدنا بهوندا. وقفنا ديك اللحظه مصدومين. تلاح علي ديك اللحظه القرد ويقلب بيه الهوندا. ما فهمتش كيفاش خرج من البيت وانا سديته بالساروت. ولكن عجبني الحال. حكمناه في داك الدرب اللي كان مده طويله هما كيتعداو لعباد الله. اختاو قتلة ديال اللحظة. يلا غادي نتحرك وانا نتفكر نهار بالو عليا. قلت لخوتي غير سيرو مازال عندي واحد الحساب. تميت قاصد ولاد الجزار اللي كانوا كيتوجعوا في الارض. جمعتهم الوسط حليت الصدفة ديال السروال وبديت كنبول عليهم. ديك اللحظة جا القرد وحتى هو بدا كيبول عليهم. الناس كلهم اللي كانوا كيطلوا من الشراجم بداو كيموتوا بالضحك. رجعنا للدار غاديين وخوتي غير كيشوفوا فيا ومصدومين منين جبت هاد القوة كاملة. طلعت البيت سديت عليا وسمعت خوتي كيعاودوا الوالدية. ارتاحيت شوية ومشيت انا والقرد عند سمير. وصل الليل وقال لي سمير بات معايا هاد الليلة هادي. قلت لي واخا.
دوزنا ديك الليلة وقلت لسامير بلي محتاج فلوس باش نتحرك الكازا. قال لي انا غادي نسلف ليك من عند الوالد. داس هاد الليلة هادي في الصباح غادي يفيقني القرد كنغز فيا. ملي حليت عيني لقيت سامير مضارب مع القلادة وباغي يحلها. قلت سامير القلادة بقات فيها حبة وحدة، وكون كنتي نهار مسكين كان المختار كيتوفى قاع ما دير الحالة هادي قاع. وصية مسكين ولازم انني نديرها ليه حيت عطيتو وعد. قال لي سامير ديك اللحظة حتى انا بغيت نكون بحالك، حتى واحد ما يبقى يتسرى عليا. واش هاد القرض هذا احسن مني؟ نقص ديك اللحظة القرض وقال ليها اللهم لا حسد. سامير غسمع القرض دوا هو يغيب ليه. عيطنا على مو جابت المو رشاتو عليه وفيقاتو. قام صدومو كيترهد. قالت لي امو مسكينة مالو؟ قلت ليها يمكن كيخاف من القرودة. قالت لي ميمكنش، من صغره هو كيموت على آزرو وغير على قبل القرودة، وديما كنا كنديوه كيبقى يتصور معهم. مشات امو سامير قرب من حدا القرض وقال ليها انت غير فان ديالي وكتعيق عليا. بديت كنت فرقة انا بالضحك. من بعد ترخى سامير وبدا كيضحك تاهو. داز تقريبا 3 ايام جاو عائلة ولاد الجزار كاملين كطلبوا السماحة. قرب من حدايا اخوهم الكبير وقال لي عافاك انا طالب تسليم، قول ليه ما يبقاش يوقف علينا. قلت ليه شكون؟ قال لي داك الراجل بولحية. ملي مشى وبقيت مصدوم. اوه شكون هو هاد الراجل بولحية؟ قال لي القرض ديك اللحظة كيف جيتك؟ ها؟ تهليت لك فيهم عيشتهم الرهب. فهمت ديك اللحظة بلي هاد القرض هذا غير مسكون كيف ما مسكون انا دابا. كشي علاش يقدر يمشي عندهم بالسيفة اللي بغاه. دازت تقريبا سيمانة تا واحد ما بقى كيتفافى في الدرب. سامير ما قدرش يدبر ليا في الفلوس كتيرة، ويلا حضر ليا 500 درهم. خديت القرار ديالي، جمعت الشكارة ديالي الكبيرة وقصدت المحطة. خشيت فيها القرض، طلعت الكار وخليته حدايا وتمينا غادين. في الطريق كان لابد نشخر بالجد باش حتى واحد ما يعيق بالقرض، حيت كان كيشخر كتار مني. بقيت غادي وكنشوف فيه، وعجبتني العلاقة اللي بيني وبينه. قلت مع نفسي غادي نسميك سيزار، وكان وعدك باللي غادي نحميك وما غادي نخلي حتى شي واحد يأذيك. حل عيني ديك اللحظة وقال لي ما تبقاش تفرج في الأفلام التركية. الناس كلهم في الكار دارو بقاو كيشوفوا، وبقيت كنشوف فيهم وكنبتسم. تشكيت ديك اللحظة وداتني عينيا بسبب الطريق طويلة. وصلنا لكازا وما عرفت من دير، الفلوس ما غاديش يقدوني. مشيت لواحد لوطيل فيه غير سمية، مهم قديت فيه الغارات ارتاحيت فيه. من بعد خرجت نقلب على ديك البنت. خديت الطاكسي ومشيت لكاليفورنيا، وبديت كندور وكنسول وتا واحد ما قدر يعرفها. داز النهار الاول الثاني الثالث الفلوس تقاطعت وما بقاش عندي باش ندي بلاصة وباش ناكل انا وسيزار. اتفق ديك اللحظة انا وسيزار نبدا نطلب به، واللي جبد البسطام باش يعطينا الفلوس نديو ليه البسطام. القروضة ديال ازرو هما اخطا زرامة، فين يبان ولاد كازا ولاد فاس وحتى ولاد سلا. وسيزار كانت هادي الحاجة اللي كيتقنها. دينا تقريبا شي 5 ديال البزاطم، وكلهم لقينا فيهم 20 درهم مكمشة. وبدينا كنفكروا في الضربات الصحاح القيشيات والسيكان من الطوموبيلات. دوزنا سيمانة تقريبا في الفروجات كنبقى نطلب، وسيزار كيضرب الضربة ديالو. كانت هادي الخدمة ديالنا. جمعنا الفلوس اللي سهلت علينا عاوتاني نبداو نقلبو. شيبان اللي بان ليا كنسولو على تصويرة بحكم الأقدمية ديالو في داك الحي، ولكن حتى واحد ما عرفها. حتى لواحد النهار واحد الشيبانية كانت خارجة بالكلب ديالها، وقفت عليها وطلقت عليها مزيان. خافت مني في الأول وبديت كندوي ليها على الحيوانات وبلي حتى أنا مولوع بيهم. قالت لي أشمن حيوان عندك؟ قلت لها قرد. قعدت كتشوف فيا باستغراب. عيط ديك اللحظة سيزار شافته هي تصدم، كانت خايفة منه في الأول. من بعد بدات كتلعب معه
وحتى سيزار عرف يمثل ودار فيها كيوت. من بعد دخلتها في الموضوع وريتها الصوره ديال ديك البنت وقالت لي يا ولدي الصراحه ما عرفتهاش، ولكن الا خليتي لي التصويره غادي نسول صحاباتي واكيد غادي يعرفوها حيت كيخرجوا بزاف وساكنين هنا قبال مني. قلت لها واخا ميمتي غدا غادي نجي عندك. نعتات لي الفيلا ديالها. اللحظه اللي كنا راجعين وقفوا علينا البوليس، ضاروا بيا وقالوا لي تفضل معانا، انت متهم انك تسرق الناس بمساعده هذا القرض هذا. حسيت واحد الاحساس غريب ديك اللحظه، لحمي شوك، عيني ولاو حمرين، وصوتي ولا غليظ. قلت لهم شنو غادي تشدو جن؟ دوا معاهم سيزار وقال لهم راه دوا معاكم. تم راجع البوليس باللور ومصدومين، بداو كيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. مشاو بقيت كنضحك انا وسيزار. دوزنا داك النهار غير في الدوران، كنا مستمتعين بوقتنا. طرق كله والناس كيوقفونا باش يتصوروا مع سيزار، واللي تصور كيدبر عليا. دوزنا ديك الليله والغد ليه مشينا لكاليفورنيا عند ديك السيده، دقينا على خرجات الخدامه ودخلاتنا، رحبات بينا مسكينه وقالت لي يا ولدي راني سولت صحاباتي، هاد البنت سميتها مريم بنت الحاج دريس رحمون. حضرات راسها وتأسفات وقالت لي هاد البنت في واحد الفتره وقعوا لها مشاكل نفسيه وبحالها تسطات، تهجمات على العائله ديالها بوحشيه وداوها للحبس، من تما اخبارها تقطعات. قلت ليها مريم رحمون هذا هو النسب ديالها. نعتات لينا الحاج العنوان ديال الفيلا ديال رحمون وقالت لي بلي الحاج مسكين رحمون راه كوما. مباشره من بعد الغياب ديال مريم دار حادث سير وراه مسكين مازال كوما، ودابا اللي شد الاملاك ديالو هما ولاد مرتو، كيعاودوا عليهم بلي هما ناس خايبين بزاف. صراحه ولدي انا ما كنعرفش هاد البنت، ولكن بقى في الحال هادشي اللي وقع لها خايب بزاف. خرجت من عند الحاجة من بعد ما شكرتها وبقيت كنفكر في هاد الموضوع هذا، والصراحه كاين لغز غريب هنايا في هادشي. رجعنا للوطيل وبقيت كندوي انا وسيزار، واتفقنا نمشيو للحبس، وحبس واحد ممكن تكون فيها هنا في كازا هو عكاشة. فقنا في الصباح وتحركنا ليه وما خلوناش ندخلو، بقينا واقفين برا وكنشوفو. سولنا واحد الراجل تمايا وقال لنا غدا عاد كاين الزياره وخاصكم تاخذوا اذن. طلبت واحد الراجل تما لداخل باش يشوف ليا الاسم ديال رحمون واش كاين دم السجينات، ولكن ما بغاش. قمعنا وكان غادي يعيط لنا للبوليس. تمينا غادي في حالاتنا. ديك اللحظه خرجت واحد البنت من الباب ديال الحبس وكانوا كيتسناوها برا شي عيالات، بداو كيزغرتوا دوك العيالات وكيقولوا ليها على سلامتك. خليتهم حتى خذوا راحتهم وتميت قاصده. قلت اختي على سلامتك بعدا ممكن نسولك على واحد البنت واش تقدر تعرف فيها ولا لا. وريتها التصويره بقات كضحك ديك البنت وقالت لي واش منيتك ياك ما تغارت لك الحبس مع الرود. قلت لها عارف تصويره صغيره ولكن حقي غير في الملامح، راه سميتها مريم رحمون، كان معروف عليها العنف بحال كان عندها شي مس ولا شي حاجه. وقفت ديك البنت وبقات بحال كتفكر شي حاجه. من بعد قالت لي بلاتي بلاتي عاقل على هاد البنت هادي، ولكن قام دوزات مده طويله في الحبس وداوها للسبيطار الحماق. قلت لها فين كاين السبيطار؟ قالت لي 36. قلت لها كيفاش؟ قالت لي 36 كاين في برشيد. قلت لها شكرا بزاف. بقات هاد البنت كتشوف سيزار ويقول لها مالك ما عمرك ما شفتي القور؟ بداو كيغوتوا كامل العيالات وهربوا. علقت انا وسيزار في الطريق. قلت ليه مالك حامد صاحبي؟ قال لي وهي مطقطقه في عينيا ناقصه حنان مسكينه يلا خرجوا من الحبس. قلت ليه لا حشومه صاحبي
ما تقولش هكاك. أمي كراب مع راسك؟ قال لي يا مسيف داك الدرب الزوين اللي ديتيني ليه ودوك الخوتة اللي عندك هودي خليني ساكت. مشينا تمتم شدينا طاكسي حمر دانا حتى المحطة ديال الطاكسيات اللي كيديو البرشيد نيشان. بقينا غادي في داك الطاكسي ومضمق سيزار في واحد الخنشة خديتها من عند الهري والموت ديال الصحت. نقص ديك اللحظة سيزار وقال له والموت والموت ديال الصحت والعرق خانز وارحمونا عباد الله. كل شي في الطاكسي دار كيشوف فيه ما فهموا والو منين جا هاد الصوت. وصلنا البرشيد للسبيطار نيشان ودخلت انا للاستقبال. من بعد دخلت عند المديرة وطلبت منها نشوف هاد البنت هادي. عطيتها السمية والكنية قالت كتقلب وقالت لي للأسف هاد البنت كانت عنيفة بزاف وقدرت انها تهرب من المصحة. عينا ما نقلبوا عليها. من بعد غبر لي الاثار في مرة وسمعنا شي خبار عليها باللي ممكن تكون ماتت. تصدمت ديك اللحظة خرجت وبقى فيه الحال. تميت غادي انا وسيزار. ديك اللحظة وقفوا لي الجوندارم قالوا لي اعطينا لاكارت ديالك واعطينا الورقة ديال هاد القرض هذا اللي كتخول لك انك تدور به في الشارع العام. قلت لسيزار بلا ما تدوي بلا والو هدات راسي وقال لي واشريف راني كندوي معك يلا نزل صاحبو باش يشدوني. درت من هنا دازو جريت بسرعة كبيرة. ديك اللحظة سمعت سيزار كيغوت مسكين سيزار كما بغي يدوي كاع حيت وصيتو وكان واضح باللي كيتألم وأنا اللي وعدتو ما نخلي حتى شي واحد يأذيه. مشيت كنجري بسرعة كبيرة وبديت كنغوت وعيني حمرين وصوتي تبدل. قلت ليهم غادي تطلقوه ولا دابا ولا كاملين غادي تندموا على هادشي اللي درتو. بقاو كيشوفو فيا ومصدومين. من بعد طلعوا للطوموبيل وكسيرو بالجهد. هزيت سيزار ودخلت وسط الدواور بقينا غادين. قلت لي صافي الدمدومة وليتي كتغوت بحال شي معزة. قال لي شتي دابا وليتي كتضحك عليا حيت انت اللي قلتي لي ما دويش وكون دويت بالرب كون علقو كاملين ولكن هانيا انا اللي بنادم داير فيك راسي. مبقيت غادي وكنضحك. بقينا غادي مضمقين حتى طاحت علينا الظلمة ونعسنا في الخلا. في الليل بديت كنحلام عاوتاني بديك البنت. قالت لي عافاك عافاك ولكن هاد المرة دي قربات مني بزاف. ملي ضرباتني الفيقة سمعت بحال الصدى ديال الصوت ديالها. رجعت كملت نهاسي. في الصباح ملي فقت تحركنا عاوتاني زنا لواحد السوق قصينا وتمينا غادين. في الطريق ديالنا لقينا واحد المكاريب بداو كيشوفو فينا وحسيت بهم كيتناموا عليا. قال لي سيزار خليهم ليا عافاك. قلت لي سير منك ليهم. مشى عندهم سيزار وبداو كيدويو معاه. من بعد رجع وقال لي ولاد الحرام ما تزراوش. قلت لي صافي صافي باين خوتنا مقرقبين انا غادي نوريهم ولد سيدي بوجيده اش كيسوا. ضاروا بيا خوتنا في الله وهزوا عليا السلاح. قرب الاول وانا نجمعو شمال طاح على راسو وبدا كيتركل في الارض بحال شدو المسلمين. تاني ضربته بدماغه وتلاح شي 3 متر والاخرين بقاو كيشوفوا فيا. رجعوا باللور طاول دراتك ما بغيتش نخدم هادشي في انني نادي عباد الله ولكن سبحان الله الزهر كيدير عندي. طريق كتلاقيني غير بيهم. بقينا غاديين. من بعد بان لينا واحد شي باني غادي في كرويلة. شافنا وقال لنا بوسكورة بوسكورة. وقفناه طلعنا معه. اللهم بوسكورة ولا هاد القنت هدايا. بقينا غادين. ملي قربنا قال لنا الراجل لا غادي تسمحوا لي نطور عليكم شوية الطريق ولكن راه غادي نوصلكم حيت غادي نقلب الطريق. قلت لي علاش ياك ما كاين شي مشكل. قال لي حيت ما نقدرش ندخل من وسط الغابة.
قلت لي علاش شنو المشكل؟ قال لي عايشه قنديشه اخويا. قلت لي شنو هي عايشه قنديشه؟ قال لي واحد الجنيه اللي دخلت تما كتضربو. بقينا غادين، وصلنا لبوسكوره، مشينا لواحد البلاصه كيتغداو فيها وكيتلاقاو فيها الناس كاملين اللي كيجيوها يزوروا بوسكوره. بقينا مرتاحين تحت واحد الشجره. واحد اللحظه داروا بيا البراهش، كلهم باغين يلعبوا مع سيزار. نطت من داك الكوان ومشيت لبلاصه اخرى. سولت ديك اللحظه على الطاكسيات اللي كيديو للمدينه ونعتوهم ليا، ولكن بعاد شويه. قالت لي واحد المراه الا بغيتي تبات هنا ولدي مرحبا بك، عطيني غير اللي قسم الله. شفت حتى هيت وقررت نبات هنايا. تهلات فينا مسكينه ديك المراه، عطاتنا ناكلو اللي قسم الله. دوزنا ديك الليله مرتاحين، ولكن بالليل عاود تاني بديت كنحلم بديك البنت. وهاد المره قربات مني بزاف وكتهمس لي في ودني. عفاك اتقني عفاك. نطت مفزوع من بلاصتي حيت الهمس كان حقيقي بزاف. بديت كنشوف الغابه والظلام. رجعت تخشيت في بلاصتي في الصباح، غير فقت وجدات لينا ديك المره الفطور وبديت كندوي معها. قلت لها الغابه ملهي بصح فيها عايشه قنديشه. قالت لي كيقولوا ولدي؟ قلت لها وانتي سبق ليك شفتيها؟ قالت لي ديما كنعطيها تاكل مسكينه. تصدمت الصراحه هاد اللحظه هادي، واش كاينه شي جنيه كتاكل ماكلتنا؟ قالت لي مسكينه موسخه حالتها كتقطع القلب. عييت معها باش نغسل ليها ولكن والو ما كتبغيش. ديك اللحظه بدات كدور لي في راسي، مريم سبيطار الحماق هربات، غبر ليها الاثار ودوك الاحلام اللي كنحلم. في الاول كانوا بعاد شويه بداو كيقربوا، والبارح كان الهمس قريب بزاف. واش هذا ميساج ولا شنو؟ يمكن هذا ميساج كيأكد باللي ديك البنت هي مريم. ما يمكنش. تم قررت نمشي للغابه، كلينا اللي قسم الله وتمي الداخل وسط الغابه. غير قربنا سيزار وقف وما بغاش يتحرك. قلت يتسناني هنايا وما تحركش وما تدو مع حتى شي واحد. تميت غادي وسط الغابه. ملي وصلت لديك المنطقه بديت كنتحرك بشويه. ديك اللحظه بديت كنسمع شي واحد كيتحرك ورا الشجر. صمرت في بلاصتي، ما غادي نقول مريم، ما غادي نلقى اختنا في الله هازه حجره. كانت غادي تفرقع ليا راسي. جاب الله سمعات مريم. رجعت باللور وقلت لها هي تهدني تهدني مريم رحمون، انت هي ياك. بغيت نحقق ليها في وجهها ولكن والو، كانت موسخه بزاف. لاحت عليا ديك الحجره وانا نخوي عليها. تلاحت عليا ديك اللحظه وبقيت كنتمرمد انا وياها في الارض، وكان واضح باللي شي قوى خارجيه كتحكم فيها حيت كانت قويه بزاف. سنانها مخزين وجهها موسخ وشعرها طويل مبوكلي غير بالوسخ، قجاتني من عنقي والريوق خارج لها من فمها وريحتها خانزه. بديت كنقلب في جيبي، جبت التصويره ديالها وريتها لي حدا وجهها. ديك اللحظه تهدنات، شداتها بيديها وبقات كتشوف. من بعد بدات كتبكي. يلا غادي تدور تشوف فيا وانا ندخل لها كروشي. طلعت فوق منها جبت القلاده وجبت منها ديك الحبه. ديك اللحظه صوتها تبدل وقالت لي اياه والله ما تبقى فيك، ما غاديش نخليها بلا ما تحلم، اعطيني التيساح. جبت الحبه وعاود تاني دخلت لها كروشي، حليت لها فمها بزز ودرت لها الفنيده في الحلق ديالها. سديت لها فمها بقات كتعافر معايا تقريبا شي ربع ساعة. من بعد تكالمات، نط من فوق منها وبدات كتصرف بحال شي وحدة كانت ناعسة. فاقت وتمت غادية. قلت لها مريم، وقفات ولا غادي تضر وهي تغيب. هزيتها وتمت غادي بها فوق كتافي، ديتها لواحد العين. جا عندي سيزار، بديت كنغسل ليها فيه
في وجهها وتصدمت من الجمال ديالها. بالرغم من هادشي كامل مازال غزالة. خليت سيزار مقابله وتميت قاصد واحد البراكة. بانوا لي ناشرين شي حويش. شفرت لهم الحويش ديال البنات. رجعت حيت للبسة ديالها ولبستها الحويش جداد. جمعت لها شعره وهزيتها وتميت غادي بها. حتى غرقنا للداخل وسط الغابة، البلاصة اللي ما كيوصلوهاش بنادم بزاف، وبقينا كنستناو فيها تفيق. الغد لي في الصباح حلات عينيها، وأول كلمة قالتها: فين أنا؟ مالي؟ أش واقع؟ دويت معها وطمأنتها بلي ما عندهاش منها تخاف، وعاودت لها الفيلم كامل اللي وقع. بصعوبة كبيرة قدرت تستوعب هادشي. وستي سيزار ملقى امتي يدوي، كان غادي يسكت ليها القلب. ملي طاقة مريم تحركنا كاملين للمدينة، مشيت تقديت ليها لباس جديد وديناه للحمام. انا كنسناو جالسين قدام الباب ديال الحمام كنسناو. ملي خرجت تصدمت، وقفات عليا بنت غزالة وبقات كتشوف فيا. قلت لها: نعم اختي. قالت لي: كيفاش نعم اختي؟ انا مريم. نط وقفت بالصدمة. قلت لها: ما يمكنش. حركاتني ديك اللحظة وحسيت واحد الأحاسيس زوينة بزاف. من بعد بقينا غادين وكنتمشاو، وبدات كتعاود لي القصة ديالها، بلي امها ماتت وهي مازال صغيرة، وبلي باها قرر انه يتزوج بمرة عندها جوج ديال الولاد، كانوا كبر منها ديك الساعة بعامين تقريبا. عاشوا في الفيلا مجموعين بحال الخوت، ولكن هاد الولاد هادو كانوا قباح بزاف وكيديروا غير المصائب. ملي كبرنا بابا كان موعدني باللي غادي يكتب لي الاملاك ديالو كامله، حيت هاد الولاد تبلاو وخرجوا للطريق. مرات بابا كانت كتضغط عليه باش يكتب ليهم حتى هما، ولكن بابا كان رافض الفكره تماما. قريت انا مزيان وكنت متفوق عليهم. وحد الوقت حتى حياتي تبدلات راسا على عقب. وليت قبيحة بزاف، عنيفة، وكنحلم خيب، وكنميل للزبل والحوايج الخانزة، وهادشي كان غادي وكيتزاد. حتى النهار اللي كنت غادي نقتل ولاد مرت بابا وصيفطوني للحبس وداوني من بعد للسبيطار. من تما ما بقيتش عاقل على والو بسبب البراوات اللي كانوا كيدقوا ليا. قلت لها: سمعي، دابا نسي هاد المعاناة كلها، ودابا خاصة نوقفوا دوك الناس عند حدهم، حيت هما اللي مشاو عند الفقيه ودار ليك السحر الاسود. الفقيه تاب وايام يقلب عليك وما لقاكش، وانا درت بالوصيه ديالو باش نلقاك ونداويك، ودابا بغيتك تسامحي ليه، سامحي المختار. بقات كتشوف فيا، بدات كتبكي. وقلت ليها على قبلي، قالت لي: المسامح كريم. قلت لها: كاين خبر اخر سيء. قالت لي: شنو هو؟ قلت لها: ملي وقع لك هكاك باباك مباشرة من بعد مدة دار حادث، ودابا هو مسكين راه مازال كوما في الفيلا، ولاد مرته باك هما اللي متحكمين في الأملاك ديالكم. بدات كتبكي مريم. قربت منه وعنقته وبقى كيشوف فيا سيزار، وأنا كنغمز فيه. هو يقول لينا: يلا نوضو حيدو من هنايا، انتوما كتحبوا لي هنايا. نضنا كاملين وحنا كنضحكوا. بقات مريم غاده وشاده فيه. بقينا كنباتوا غير في لوطيل، كل واحد والغرفه ديالو. من بعد سيمانه وحنا كنتبعوا الاخبار ديالهم وكنجمعوا عليهم معلومات. اتصلنا بهم واحد النهار ودوينا معاهم على اساس حنا شركه وبغينا ندوو معاهم في شي تفاصيل، وداروا معنا موعد يستضيفونا في الفيلا. اتصلت مريم بالمحامي ديال العائلة ودارت معاه موعد في الفيلا، واتفقت معاه باش يبقى هذا السر بيناتهم. ملي جا الوقت مشينا في الطوموبيل ديال صاحبة مريم. كنت ضارب حطة مزيان أنايا وكنبان مهيب. وصلنا الفيلا وكيف ما كنا متفقين، دخلت أنا الأول. رحبوا بي وبداو كيدوا معايا بفرنسي مخضرة بالدارجة. دخلت لداخل وبقيت كنشوف فيهم. وملي كنتفكر الحالة اللي كانت فيها مريم، ما كرهتش نوض دابا نخلي ضربهم. عقت عليهم مزيان، قلت لهم بلي عندي بزاف ديال الفيلات في كازا، في مراكش، في فاس،
وباللي انا رجل اعمال كبير بزاف، وكيشرفني انا وتربطني معاكم علاقه اخويه بين الشركات ديالي كبيره والشركه ديالكم. بداو كيسولوني على شي تفاصيل وما ديت ما جبت. ديك اللحظه حسيت بهم كيتناموا عليا، ما حدهم كيكثروا في الاسئله، ما حد كان زاير، ومريم تعطلات بزاف. ديك اللحظه ناض واحد من دوك المكارب، نهز التليفون وخرج كيدوي برا، وعرفت ديك اللحظه باللي الامور ما كتبشرش بالخير. قلت لهم السيده اللي معايا غادي تجي دابا، وهي غادي تكلف معاكم بالامور كامله. وانا مده طويله بعدت على الدومين، ما بقيتش عاقل بزاف على لي ديتاي. ديك اللحظه سمعنا الصونيط في الفيلا، مشات الخدامه حلات. من بعد تم الداخله مريم لابسه واحد اللبسه حمراء والطالون وطارقه شعره، زعزعاتني الخوت، نطت وتصدمت فيها اكثر ما تصدموا فيها همايا. ام الدراري شافتها وهي تقول ليها مريم. جاوباتهم ديك اللحظه مريم وقالت لهم اه مريم، اللي درتو جاتكم كامل باش تحيدوهم من طريقكم اسوأ طريقه، ونسيتو بلي ربي فوق منكم كيشوف فيكم. بغيت غير نعرف كيفاش عشتو هاد السنوات كلها والضمير ديالكم مرتاح، كتاكلو كتشربو بخير مرتاحين، منين مصنوعين نتوما منين؟ ولكن دابا جيت باش تاخدو الجزاء ديالكم، وما غاديش نرحمكم نهائيا. ناض واحد من ولاد ديك المرا وقال ليها واش كنتي نتي ميته؟ الناس كلهم اللي سولتيهم انا غادي يقولك بلي فلانه ميته ما كايناش غبرات، وحتى دابا بامكاننا نقتلوك، وحتى واحد ما غادي يعرف واش انت كاينه ولا ما كايناش. قلت اسمع سي محمد، شفتيني واقف وما عطيتينيش قيمه، كصحاب لك انا مونيكا، الا قدرتي حط على يديك غادي نرسم ليك. بدا كيصفق ديك اللحظه برافو، جبتي معاك اللي دافع عليك، واكثر من هادشي جبتي قرض. والله الا برافو عليك. اسمع السي، اول حاجه احترم راسك، راك في الفيلا ديالي. تم يتقاصدوا ديك اللحظه، قلت لي خويا حنا جينا نحلوا الامور بشكل سلمي وبلا ما دير في هذوك الفهمات ديالك وداك الشيء، فهمتي؟ حيت ملي كنتعصب عرفتي شنو كيوقع. دخلت لي ديك اللحظه كروشي وباين هرست لي نيفو، طلعت فوق منه بديت كندخل ليه ضربه ورا ضربه. ديك اللحظه سمعته عندك ايوب عندك، ما غادي ندور لقيت خو هز عليا موس ضربني به، ولكن سيزار هو اللي كان الضربه، طحت الارض وما تسرطاتش ليه. هزيت سيزار بين يديا وكان الدم كيخرج لي من فمه. قلت لي عافاك اسمح لي عافاك سيزار ما تموتش عافاك. هزيت سيزار وتميت غادي به. ديك اللحظه دخلوا البوليس، غير شافوني قالوا لي ها انت هنا، حصلت يا مسخوط الوالدين. بديت كنطلب فيهم عافاكم راه كيموت، خندي غير السبيطار. دفعوني جوج من البوليس حتى طحت من الارض، وكان ديك اللحظه سيزار ما كيتحركش. نض ديك اللحظه وكنت غادي ندير رد الفعل خايب بزاف، عيني ولاو حمرين، وكنت عارف بلي غادي نرتكب شي جريمه. يلا غادي نتم قاصدهم، شداتني مريم وقالت لي تهدن ايوب تهدن، وسيزار راه صافي مشى. غير سمعتها قطعت على ركابية، هزيت سيزار وبديت كنبكي وكنطلب منه السماحة، حيت وعدتو بلي غادي ندافع عليه وبلي ما غاديش نخلي شي واحد يأذيه، ولكن هو اللي ما خلاش الناس يأذوني، هو اللي دافع عليا. ديك اللحظة بدا كيدوي واحد من ولاد المرأة وقال لهم ساعدتها هاد السيد هذا راه تهجم علينا، هو وهاد الحيوان المفترس ديالو، كانوا غادي يقتلو خويا، هو كان لابد انني ندافع عليه، داكشي علاش ضربت القرد. اما السيده راه من العائله وغادي نتفاهموا معاه، يمكن لكم مساعده الضابط انكم ديوها حيدوا من هنايا.
هزوني البوليس وانا كنبكي ومريم كتهوت. كان واحد مشهد دراماتيكي، كنشوف سيزار طايح في الارض والدم خارج ليه منه من كرشو، مات وما قدرت ندير والو. يلا غادي يخرجوني من الباب وهنا نسمعو. صبر سعادة الضابط، داروا البوليس كاملين. درت وانا كنبكي ويبالي راجل كبير نازل من فوق الدروج وكل شي تصدم. مشات كتجري عنده مريم وقالت لي بابا بابا. مرته طاحت غيبات، ولادها بقاو شادين في راسهم. البوليس قالوا ليها الحاج رحمون على السلامة سيدي، طاكي عنق في بنته وكيبوس ليها في راسها. وكان صدمة كبيرة واضحة عليهم جوج. قال لهم إلا كنتو جيتو هنايا باش تشدو شي واحد مجرم، راهما هاد جوج هادو ومعاهم هم، وداك الدري مسكين غير بارئ خليوه. نقص الضابط وقال لي ولكن السيدي راه عنده بلانات. قال لي انا غادي نتكلف بكل شيء، غير راه ديو هاد المجرمين عليا ومن بعد غنتفاهم معاهم. دخلوا البوليس والدواء المرا ولاده، بقيت انا شاد سيزار وكنبكي. قرب مني داك الراجل بوت مريم وقال لي يا ولدي هادي هي الحياة كلنا ليها، وهاد الحيوان مسكين راه كان وفي ليك وكنظن بلي كان غادي يحزن كتار ما حزنتي عليه انت دابا. داكشي علاش تفكروا بالخير. بقى كيعاود لينا بوت مريم بلي تقريبا هادي 5 سنين ملي فاق من الكوما، ولكن سمع مرته ولادها كيدوا باش يصفيو عليه. داكشي علاش لعب الدور هذا باش يبقى ديما كوما. واليوم اللي سمع صوت ديال مريم كان فوقه كيسمع داكشي كامل اللي داير. داكشي علاش قرر انه يتدخل اليوم. تميت هاد سيزار وخارج به. قالت لي مريم فين غادي؟ قلت لها صافي اديت الواجب ديالي وصلتك عافيتك، الوصية اللي وصاني عليها المختار راني قديتها، ودابا غادي نرجع للمدينة اللي كبرت فيها. تما جاية عندي مريم بسرعة، شدات لي في يدي وقالت لي صافي سخيتي بيا. بقيت كنشوف فيها، قالت لي ما دير في بالك والو، يلا نمشيو ندفنو سيزار والقبر ديالو غادي يكون في هاد الفيلا هادي باش عمرك ما تفكر تخليني. بات مريم قام ما خلاني نمشي كاع، بقيت معاهم تقريبا 20 يوم. عاود لي الحياة البائسة ديالي وقال لي بلي غادي نساعدك وغادي نقريك، وخاصك انت ومريم اللي تكونوا واقفين على الشغل ديال الأملاك ديالي. وانا ولدي كبرت ولابد غيجي داك النهار اللي غادي نودع فيه الحياة، داكشي علاش خاصني نخلي الأملاك ديالي في أيادي أمينة، وانت واضح باللي إنسان طيب ويمكن ربي حنا كاملين حنا بثلاثة عطانا السبب باش أننا نتلاقاو وباش يعطينا فرصة تانية في الحياة. أنا كنت كوما وبنتي مسكينة كانت فاقدة الوعي ديالها، وانت كنتي شارد في هاد الحياة. دازت تقريبا 3 شهور، كنت كنطلع لفاس كنرجع لكازا، ودخلت لواحد ليكول وبديت كنقرا في هذاك الشيء اللي خاصني نتعلمو للشركة. كنت كل نهار كنتحسن وما بقيتش كيف ما كنت، وكنت مواعد سمير وخوتي والعائلة ديالي باللي غادي نخدم وغادي نتهلا فيهم. دازت تقريبا 2 عامين وشديت الدبلوم ديالي، اكتشفت باللي انا ذكي وباللي غير ما تعطاتنيش فرصة، وباللي ممكن غير المحيط اللي كنت كنعيش فيها كان كيحسسني انني فاشل. وهذه نصيحة غادي نقولها لأي واحد، إلا حسيتي بلي راسك ما كتزالش قدام وغير واقف بلاصك، بدل المحيط وغادي تكتشف شخصية أخرى. العلاقة ديالي بمريم تطورت بزاف ولينا كنبغيو بعضياتنا. واحد النهار كنت كندور أنا وياها وبالي واحد النونوس كيشبه سيزار، بقيت كنشوف فيه وشرته ليا مريم. ملي رجعنا للفيلا مشيت للقبر ديال سيزار
لقيت شاد داك النونوس وكان بكي، كان بكي بالدموع. من بعد طلعت البيت حطيته وبقيت كنشوف فيه. يلا غادي نخرج من الباب، ما لقيتوش في البلاصه اللي حطيته فيها. تصدمت، عاود رجعته للبلاصه فين حطيته. يلا غادي نخرج عاود ثاني، ما لقيتوش في البلاصه اللي حطيته فيها وما لقيتوش نهائيا. يلا غادي ندور ونلقاه واقف قدامي. قال لي او اتضح باللي سيزار كان جني، الدور ديالو كان هو يحميني. وملي ولات العلاقه ديالنا زوينه بزاف وارتاحينا لبعضياتنا، قرر داك الجني انه يبقى معايا في صفه ديال له النونوس اللي خديت. بقيت عايش مع هاد السر هذا تقريبا واحد شهرين، عاد قلته لمريم. وكان سيزار هو الانيس ديالنا. داز تقريبا مده طويله، تقريبا 4 سنين خدمت فيها، وليت انا ومريم اللي شادين الشركه. بديت كنصور شي بركه ديال الفلوس اللي قدرت انني نساعد بها خوتي وحتى الوالدين ديالي. قدرت اخيرا انني نطعمهم من الحلال. وسامير جبته لكازا وبديت كنتقاتل معه باش يحقق الحلم ديالو، وكان كيعيش معنا في الفيلا. هاد المده كلها اللي دازت والقوى الخارقه ما زالت عندي، لدرجه واحد النهار تعصبت في الخدمه، ضربت البيرو ونقسمه على جوج. ومن داك النهار وانا كنتفادى نضارب مع شي واحد. كانت هذه هي القصه. واخا سيدي دوي انت يلا عرفك. كانت هذه هي القصه ديال اليوم. الا كنتي اول مره غادي تشوف قناه دي سفيان ستوريز، خلي اشتراك. ولا تفرجتي في هذه القصه هذه، خلي تعليق وقول فيه الراي ديالك. كنبغيوكم كاملين، انا وسفيان ستوريز، وديما ديما سوفيا ستوريز هو سيزار.